بصدمة كبيرة يطالع عبد الحفيظ فاتورة الكهرباء التي استهلكها ناديه الرياضي خلال أسبوعين، إذ بلغت تكلفة الكهرباء لأسبوعين فقط ما يساوي مبلغ الإيجار لمدة شهر كامل. ويعتمد عبد الحفيظ بشكل أساسي على الكهرباء التجارية في تشغيل أجهزة النادي، إذ اضطر لاستخدام الكهرباء التجارية بسبب عدم توفر الكهرباء الحكومية منذ 7 سنوات. الكهرباء التجارية غالية جدا، يوصل الكيلو إلى 400، ويشتري بالشهر من 50,000 إلى 60,000 شهريا، هذا من غير الإيجار. لو كانت الكهرباء موجودة بنوفر حاجات كثيرة. إحنا نطالب الدولة والحكومة أن يهتموا بهذا الموضوع، ولأنه كل الناس الأيام يستخدموا الكهرباء التجارية، ما فيش محلات إلا يستخدموا الكهرباء التجارية. ومنذ أكثر من 3 سنوات تعتمد غالبية المحال التجارية بالإضافة لعدد كبير من المنازل في مدينة تعز على الكهرباء التجارية، والتي تعود المستثمرين قامت السلطة المحلية في تعز بتوقيع اتفاقيات معهم لتوريد الكهرباء، بالإضافة بالسماح لهم باستخدام الشبكة الداخلية للكهرباء مقابل دفع مبالغ لمؤسسة الكهرباء. وعلى الرغم من الخدمة التي تقدم للمواطن، لكن المواطنون يشكون من ارتفاع الأسعار وبشكل مستمر، إذ يقوم ملاك الكهرباء التجارية برفع الأسعار باستمرار ليصل سعر الكيلووات الواحد إلى قرابة 450 ريالا، لتصبح الكهرباء في تعز الأعلى أجرا في كل دول العالم. نطالب بعودة خدمات الكهرباء العامة والذي نظلنا من أجلها 4 سنوات، واليوم ها هم أبناء تعز وأبناء اليمن ينتفضون من أجل الخدمات. خدمات الكهرباء العامة موجودة في جميع المناطق المحررة إلا تعز، اليوم أبناء تعز ينتفضون من أجل هذه عودة الخدمات. نتمنى من حكومة الشرعية أن توفر لمحافظة تعز الخدمات كما في المحافظات المحررة. وتشهد مدينة تعز حالة غضب واسع للمطالبة بتوفير الكهرباء الحكومية وإلغاء العقود مع الكهرباء التجارية، إذ يقول المواطنون أن ملاك الكهرباء التجارية عملوا على إتلاف الشبكة الداخلية للكهرباء بالإضافة لاستغلال حاجة المواطنين من خلال رفع أسعار الكهرباء. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد، تعز.